أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي اليوم إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على حي واقتحمت آخرا في مدينة الرقة شمال شرق سوريا عقب معارك مع أفراد داعش استمرت لمدة 4 أيام. وأوضح الاتحاد الديمقراطي على حسابه على موقع فيسبوك أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على حي الصناعة شرقي المدينة وبدأت عملية البحث والتمشيط داخل الحي، ومن ثم استمرت في التقدم لتقتحم حي البياطرة حيث تدور المعارك بين الطرفين حتى الآن. أفادت مصادر عسكرية عن تراجع القوات العراقية من مناطق بباب الطوب إلى حي الدندان غربي الموصل في مسافة تصل إلى 2 كيلومترين بعد هجمات مكثفة قام بها تنظيم داعش. وأضافت المصادر ذاتها وفق وسائل الإعلام أن التنظيم الإرهابي يبحث عن منفذ للهرب من المدينة القديمة في الموصل باتجاه منطقة حمام العليل جنوبي المدينة ومن بعدها إلى جزيرة الموصل. جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش تأكيده أن المشكلة الأساسية مع قطر تكمن في أن الحملة الدبلوماسية والإعلامية التي تقوم بها لا تعالج فحوى الأزمة ألا وهي دعمها للتطرف والإرهاب. وأضاف في تغريدات متأخرة ليلة الأربعاء بأن معالجة القضية جوهرية لتمويل المجموعات المتطرفة من قبل قطر هي الأساس. إلى ذلك أكد أن الأضرار المترتبة على سياسات قطر الحالية كبيرة جدا، فالصلة مع المجموعات الإرهابية والمتطرفين أمر لا يمكن على الإطلاق فهمه. قال قائد شرطة لندن إنه ليس هناك ما يشير إلى وجود صلة للإرهاب بحريق البرج السكني، مضيفا أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 17 قتيلا على الأقل بحسب حصيلة جديدة للشرطة. وكانت هيئة الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت سقوط عدد من القتلى في حريق برج غرينفيل، والتهمت ألسنة النيران ليلة ثلاثاء الأربعاء البرج السكني غربي لندن بالحريق الضخم. إنسانيا في اليمن تتصاعد التحذيرات من تفشي وباء الكوليرا ومن صعوبة السيطرة عليه، ما يزيد من خطورة حصده للكثير من الأرواح خاصة الأطفال. وأفادت المنظمة البريطانية أنقذ الأطفال بأن تفشي هذا المرض في اليمن بات خارجا عن السيطرة ويتسبب في إصابة طفل واحد على الأقل في كل دقيقة. أعلنت الشرطة الصومالية ارتفاع حصيلة الضحايا في هجوم تبنته جماعة الشباب الإرهابية على مطعم بمقديشو إلى 18 قتيلا، فيما جرى احتجاز 32 شخصا على الأقل داخل فندق مجاور في هجوم نفذته مجموعة مسلحة بحسب ما أعلن متحدث باسم الحكومة الصومالية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.